مسدد من عيالها ولا دفع الرجال اللي كفله سوى لها الطريقة. لا لا. الموقف الثالث هذه عاد رواية قصة. السلام. يقول واحد احنا من اهل الزلفي يقول ومتزوج وعندي امي وهل علينا شهر رمضان؟ يقول والله ما عندنا ما ناكله. انه ما عندنا لا حنا ولا لحونا. ما هو المستحق. الجوع النعام على الناس كلهم. يقول ودريت انه بيهل علينا الهلال رمضان كم رمضان وبيهل علينا هلال العيد واحنا على هالحالة ما عندنا شيء. يقول عندنا ناقة من ناقتين يستخدمونها لاغراضهم اللي شو عليهم. يقول ويتطري علي فكرة. قلت انا ليه ما اروح للنفود واحتطب منها واوديه لهل المجمع ما عندهم حطب. الله ارضها ما فيها نفود ولا فيها شيء فيها. يقول رحت وحملت هالناقتين من الحطب وديته. يجيت يقول احنا في رمضان ورمضان في الشتاء. يقول الكلام هذا قبل 80 سنة او قبل قرابة 90 سنة. يقول يوم وصلت المجمعة يقول لي الناس الكساد عام القل عام على الناس الجوع مخيم على العالم كلها مجاعة. يقول جيت ووقفت في السوق والله ما حد قال لي بكم ولا حد قال لي كم ولا حد يمه. وجلس جيت قدام الظهر والظهر وجاء العصر وقرب الليل وحنا صيام جوع. يقول يوم منه عدي هذا المغرب يقول يا مارني رجال يمشي. يقول ينظر قال لي والله المطايا الهزلة اللي انحطب ولا الرجال اللي وضعه وحالته يرحم من شافه ويهز عليه. قال انت شو عندك؟ قال انا جاي اجلب. قال يا ولدي الناس ما هي بلاقت شيء تاكله لو انت بتشتري بس انا بهدي عليك راي. قال شنو؟ قال تشوف القصر هذاك. قال قصر ابن عسكر رح وقدمها له الحطب هدية لعلك تجد ما يشد رمك جوعك. خلت بتدور فلوس تلقى عيشة بس لعلك تلقى ما يشد رمك جوعك بس تلقى بطرك. ما مستعى أهدى على هالرأي. قالوا يروح. قالوا أنا ثورهن. قالوا أنا استاقهن. قالوا أنا دخلهن مع الباب باب هالقصر. قال لي والله هالخدم ناطحيني. قالوا على طول ينزلون الحطب عنهن. قام دخلن في الحوش. قالوا نزل الحطب. قالوا يحطوا لهن علف. شفت البواعد حدثت. يقول الحين بإذن المغرب احنا صيام. قالوا يحطون علف. قالوا قلطوني. قال لي الدفا والنار شابة. قال شو؟ قال حاطين سفرتهم. قال لو يذن المغرب. قال لي يا عسكر جاي. قالوا حين نفطر قدام صلاة المغرب الفطور الأول. قال حين نصلي المغرب. قام صلينا المغرب. قالوا هو يقلطونا من عسكر أمير المجمعة ولا ايه ايه. قالوا هو يقلطونا جريش عليه سمن. قال ملذ منها الله أكبر. في جريش عليه سمن. جريش وعليه سمن. قال افطرنا عليه. قال لي الوجبة اللي قالت منين يا وليدي؟ قلت انا من اهل الزلفي. قال وش عندك؟ قلت انا جايب لك صوغة. جايب لك هدية. صوغة يعني حطب ولا هدية؟ هدية ايه؟ صوغة مهدي عليك. قال وش هي؟ قال حطب. قال وش دراك انه بحاجته؟ يقول ما هو بحاجته الحوش مليان حطب. شوف الرجل كريم يا اخي. الله ما الكرم. يقول ما هو بحاجته اليوم صباحنا كله كلام وكرم. يا سلام. قال وش در موفقين. قال وش دراك انه بحاجته؟ قال يوم جيت يبي يذن على العشاء. قال وانا استاذن. قال يوم استاذنت قال هو يعطيني 10 ريال. شف تسوى 1000 ذا الحين ولا تسوى 1000 ولا اكثر. قال هو يعطيني 10 ريال. قال وانا امشي. قال وانا اصلي في الجامع صلاه العشاء وصلي التراويح. قال وانا امرح في المسجد. قال يوم اصبحت قلت يا وين التمر؟ وين اللي يبيعون التمر؟ ابي لي تمره بحملها بوديه معي. قالوا راعي الدكان الفلاني عنده تمر. يقول انا اروح له. قال هذاك دكانك. قال جيت الى الرجال جاي في الشرقه وجالس مرتك على المسجد يقرا قران. السلام عليكم. وعليكم السلام يا الاخو نبي تمر. قال ما عندنا تمر. ما في محل اللي هو تاجر مسكر الدكان ومرتسع عليه ويقول ما عندنا تمر. يقول انا درجته دورت حوله ما غير احد والناس ارسلوني عليه. يقول جالس تمر. يقول الرجال يقرا ولا هو بيمي. يقول ما عندنا تمر. يقول والله يامرني وانا اطلع الفلوس. قلت انا تراي بشتري فلوسي معي بشتري.
قال لي هالحين نطلع تمر. ايه داخل انت بالدراهم. قال يا ولدي قال لي ولدي الناس يجوني يبون تمر بس الفلوس ما في. انا افتح الدكان واسكره ما اقدر. ولا مرجون يبون تمر صحيح يبون الناس كلها تبي تمر بس فلوس ما عنده. فلوس ما عنده. هالحين قالوا انا احمل اجملي. بعد لي مدي بثلاثه عدول. قالوا اخذ اغراضي قالوا امشي. قال ادرت امي اللي انا محولا عليها. يقول يوم جاء سير وانا واصل ان اهلي الحي شافونا وشافوا الجمال اللي عليها الحمل ودروا ان هذه ان هذه فيها فيها مواد غذائيه وان هذه فيها شيء. طيب يقول وانا اجيبه يقول يوم جبته عند امي وشافت امي قالوا يتكدر امي علي. قالت يا ولدي يا ولدي عشنا حياتنا كلها وحنا ما ينفسنا من الحرام في اخر العمر تبي توكلنا حرام. لا تحسب سرقه ايه منين يجيب مخابره ما عنده شيء ما عنده شيء. قالت يا ولدي ما بقي غير اخر اعمارنا عاصم نفسنا على الحرام ولدي واخر اعمارنا توكلنا حرام. قلت يا امي والله ما هو بحرام هذه سالفتي وحملتها الحطب ووديته واشرح لها السالفه لين لما بدت تستوعبها ما شاء الله. لكن يا امي الناس شايفين شافونا واحنا جايين والله يا الليله اللي يجونا الحناشل وان اللي يسرق تمره من عندنا الناس كلها ذبح الجول الله المستعان ومستحيل بيت فيه خير ويسرقون من حاجه ايش كمان الجوع بيموت ولا من الجوع الله المستعان. قالت لا لا يا وليدي ما يجي بس انت راح تعبان وترى ارقد مع اهلك. قال والله ما ارقد مع اهلي ولا ارقد مع اهلي يبي يسرق تمره يبي هي حط عدلين طعمك ويحط واحد عند راسه من اثنين واحد عند رجله ويرقد يرقد به من حرصه ما يبي يروح داخل ما يبي يرقد عند اهله. يقول يوم من الصحه ما ادري عاد كم ليل نص الليل ولا هذا يوم من الصحه واليوم واحد من العدول ما هو فيه مشيول الله 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 العافيه والثاني ماخوذ منه ما المستعان او يصيح يا امي اسرقنا 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 خايفين من السرق وسرقنا. قال لي والله انا طالع. قال هي تبسم وزعتها يا اخو. قالت يا حي والله بالعين. قالت لا والله يا ولدي ما اسرق بس ابشرك بشاره ان كل جيران ان كلهم يتسحرون على التمر اللي جبته وزعته يتسحروا كلهم اي الولد كل وزعت له وكل وزعت له كل وزعت له في مغراف ما عاد البيت الثاني بقى وفكيت العدل الثاني وارسلت للثاني ابشرهم كلهم يتسحروا. سلمت الله يبيض وجهك. ترى يوم تقول الحوشه يوم تقول الرجال الحوش ما انحطب ويقول ميد الرجال والله انه في حاجه في قصه مرت علي وكنا مرت عليكم. الرجال اللي جاء عند امه قالت يا امكم تجار شبعني